دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، انتم مازال ما عرفتوش شنو كاين. اللي كاين احبابي، انا بزاف البنات شكوا فيا انني دايره لاكين، وقالوا لي كيفاش حيدتي الكرش، كيفاش حيدتي الكرش، ما عمرك كاين لا لاكين. لا والو اختي، كيفاش خليتي غير المناطق الالتويه وحيدتي الكنيشه ودخلتي باباها ومحيتي ليها الاطار؟ واش كديري الرياضه؟ بالنسبه لهاد الوصفه اللي غنعطيكم، هي كتخليك انك يعني سميتو الشهيه، كتسد الشهيه ما كتبقاش عندك باش تاكلي باش تخرج ديك الكرش وباش تغلاضي. اون جينيرال انا راه من 88 كيلو وليت دابا حتى 76 كيلو. فوالا، انا بالنسبه للوصفه ديال اللي كتغلط كلها غادي نشرحها لكم بوحدها، وبالنسبه للوصفه اللي كتحيد غير الكرش نشرحها لكم بوحدها. خليكم مع لا فيديو. ثم البنات هي الحصه الصحراويه الفيلاليه اللي بغاتها ناخذها لها من عند احمد، ياك احمد؟ البنات اللي متبعين ياخذوا من عندك الحصه. بالنسبه للبنات اللي باغيين يزيدوا الوزن، راه خديت من عنده دابا العشب على الجايه باش نوريكم الوصفه، نصايبها معكم حيت قلتوا لي صايبيها معنا، صايبيها معنا الوصفه ديال اللي كتنقص الوزن. ها انتم انا راه عنده هنايا، راه البنات كلشي كاين حتى من حبوب الشيا. ها انتم كلشي كاين عند العطار، راه غير اللي ما بغاتش الصراحه. ها انتم البنات لقيت عنده هاد الطاسه هادي فيها الاعشاب، حتى هما كيساعدوا على التخليص من الوزن الزائد، ولكن انا طلبت منه يصايبهم ليا عبر يقدهم ليا كاملين، يصايب ليا على يدي زعما شي حاجه نقيه وصافي. هادي اللي عرفني كنحمق على الحريره، ما بانت لي قال لي نجيب لك حريره. شنو قلتي لي؟ نجيبك باش نجيب لك حريره. شوف شوف، او يا سلام، فكرتني في رمضان. يمي يمي، اقسم بالله الا احسن حريره شربتها وحق الله. انا راه هادي سنين ما صايب لي حتى شي واحد حريره، كنصايبها غير راس. هادي جات لي اختي بنينه. يمي. واخيرا وصلنا للدار، كيف ما شفتوا البنات راه كلشي موجود عند العطار، من الترمس، من نوارت الكرموس الهندي، من كلشي موجود عند العطار، وحتى حبوب الشيا. بالنسبه للبنات كيقولوا لي لا راه كاينين غير في الاسواق الممتازه الكبرى ولا شي حاجه، الاسواق التجاريه الكبرى راه لقيتهم البنات عند العطار كيجيبهم امبالاج وكيحل وكيبدا يبيع هو بالعبار، يعني قد ما بغيتي. انا غنشارك معكم العشب كامل اللي جبت، وغنشارك معاكم وحدي نجمعهم ليا هو من عنده. تحيه للبنات اللي كيقولوا لي دايره لاكين، بانت لك اختي شي لاكين هنا؟ بانت لك اختي شي لاكين؟ عندي تمحات، بقات غير جليده، شتيها؟ بقات واحد شويه ديال الجليده، مازال منحيو بابا. الى تمارا كنصور شويه للتيك توك وشويه لليوتيوب هنايا باش كنشرح لكم كلشي، وخصني ندير لكم مونتاج لهاد لا فيديو، خصها تحط دابا 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 حيت البنات كيتسناو فيها كاملين. بالنسبه للوصفه كيف ما قلت لكم، كنطحن باباها الكرش ديال حبوب الشيا. غنشرح لكم الوصفه ديال حبوب الشيا اللي هي هادي، هذه اختي هي حبوب الشيا، غتلقاوهم عند العطار، غتلقاوهم في الاسواق التجاريه الكبرى، غتلقاوهم باغ انترنيت، تقدروا تاخذوهم اونلاين. كيجيو بحال هكا حبيبات، فيهم حبيبات كدو، حبيبات كحل. اللي بغات تعرف اختي غير الكرش، كدير معلقه ديال حبوب الشيا وكتخوي عليه كاس د الماء طايب، وكتخليه نص ساعه تشي في الصباح على الريق، كتخليه نص ساعه وكتشرب هذاك الماء مع الحبيبات، ما كطحني ما كتصفي. الو غادي شي مفروغ منه، دالينا منها. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي حماقوا عليها البنات، واللي انا قلت لكم نزلت بها الوزن ديالي رغم انني عندي مشكل ديال الهرمونات، راه ديجا عرفت لكم فواحد لا فيديو غير مؤخرا قلت لكم راه عندي مشكل ديال الهرمونات، ما قدرتش نضعف باي حاجه باي حاجه باي حاجه. اليوم غنشارك معكم بلوتو راه بعض الوصفات. فوالا، شنو نقول لكم؟ هاد الوصفه هذه ديال الدكتور جمال سقلي، الله يطول في عمره والله يعطي صحيحته، هو اللي خديت من عنده هاد الوصفه هادي. فيها المريوت، فيها نوار ديال الكرموس الهندي، وفيها الترمس هنا. فوالا هكا، هادو ثلاثة ديال المكونات كناخدهم كنطحنهم بودر. خاصك تكون عندك ديك لا ماشين ديال العطريه اللي كتكون كلها حديده، نشاركها معكم دابا ملي نصاوب الوصفه.
اولا كطحنيهم عند العطار، تقدري تاخديهم من عند العطار، هما اصلا ما فيهم لا تنقيه لا والو، حيت هما زعما زختك الكبار ماشي شي حاجه صغيره اللي فيها التنقيه ولا هذا، كتاخديهم كطحنيهم عند العطار وكتجيبيهم للدار، كتصفي اختي معلقه في الصباح على الريق كتشربي عليها الماء، اولا كتخلطيها مع دانون اولا مع شي حاجه اللي ما غتخليش المفعول ديالها انه يمشي. المزايا ديال هذه الوصفه هذه انها كتساعد في انقاص الوزن، علاش؟ لانها واحد الحاجه اللي كتنقص من الشهيه اوتوماتيكمون، كتاخدي هذيك كتنقص لك الشهيه، الا كنتي كتاكلي مثلا صدر ديال الدجاج كله غتولي تاكلي نص. المفعول ديالها كيبان من 15 يوم كيبان المفعول، على الا كنتي كتاكلي واحد طبصيل غتولي تاكلي نص طبصيل، كنتي كتاكلي نص طبصيل غتولي تاكلي طبيصيل، يعني كتولي تاكلي نص ديال لا كونتيتي اللي انت اصلا كنتي كتاكليها. فوالا حتى هنا حنا فاهمين هذا الشيء بالنسبه للوصال اللي بغى يضعف كله. منين كتوصلي نجيو هنايا، منين كتوصلي لواحد الميزان اولا صافي كطيحي داكشي اللي بغيتي في الجسم ديالك، كتخلي غير المناطق الانثويه وهادي، بغيتي تبقاي محافظه على هذاك الميزان ولا على هذيك الفورما وما بغيتيش ان هذيك الفورما تضيع منك، هنا كنجيو اننا كنقصوا من الوصفه، حيت الوصفه كدار على الريق الصباح، كدار قبل وجبه الغداء، اي وقت قبل وجبه الغداء وقبل وجبه العشاء وملي كتبغي تنعسي الوغ حتى لاربع المرات في النهار، غنجيو غنقصوا منها، غنوليو ناخذوها غير الصباح على الريق وغناخذوها ملي نبغيو نعسو في العشيه. كتشوفي اذا كان الوزن ديالك ستابل ما كيتزادش راه كتكملي بحال هكاك، غتمي غدا 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 حتى غتولي تبقاي تاخديها غير في الصباح ولا غير في الليل. كان الوزن ديالك كيتزاد غديرها 3 فوا بور سيمين او بور جوغ وغتبقاي تنقصي تدريجيا هكا باش كتبقاي محافظه ستابل على هذاك الوزن اللي انت بغيتيه واللي وصلتي ليه من بعد مشقه، حيت بيان سور الوصال ماشي سهله، راه شويه فيها المروره شويه حاره. بالنسبه للبنات اللي ما كتعجبهمش المروره تقدروا تبعوها بالتميره، تقبطلها باش ما تبقاش ديك المروره، حتى انا كنت كتبعها بالتميره وصافي. هذا الشيء اللي كاين، كيتلاقاو معايا البنات نقطع عفيتي عفيتي شنو درتي شنو درتي، مشات الكرش مشات الكرش، والله العظيم راه كيقول لي دايره لاكين، ها نتوما فين هي لاكين؟ انا وحده قالت لي دايره لوبيراسيون، قلت لها لوبيراسيون فلوس اللي غنخسر عليها نمشي نخسرها مع اختي على داري نصلحها نصلح اختي داري علاش غندير لوبيراسيون. ايوا المهم هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لهذه الوصفه هذه نجيكم بالنسبه لوصفه واحده اخرى اللي هي هذه، غنخلي لكم الدري العطار اللي كنتقدى عنده احمد تحيه لي من هنا راه غيشوف لا فيديو، شرح ليا كل حاجه شنو سميتها، جمع ليا هنا بزاف ديال الاعشاب كيسميوهم اتاي اللي كينقص زعما في الوزن واللي كيساعد على انقاص الوزن وكيحيد داك السموم والالتهابات واي حاجه عندنا في المصهرن وكينظف المصهرن. فوالا هنا يجمع ليا اربعه د الحوايج ولا خمسه د الحوايج، منهم في اليوم، منهم كمون الصوفي، منهم بديانا، منهم بزاف بزاف بزاف، راه قالها لكم في لا فيديو، نخلي لكم لا فيديو ديال دابا سيروا شوفوها وعاودوا رجعوا. ولاش كاين تما؟ ها؟ سيري قولي انت انا يلاه الزعتر هي سيري كتسمع سير الزعتر الزعتر كمون الصوفي كمون الصوفي سميتها الريحان الريحان باديانا باديانا مردوش مردوش قرنفل قرنفل المرسيطة المرسيطة باقا شي حاجة حيت قبيله فاش كنتي كتجمعهم كنت غنقول لك كون خصني نقول لك جمع ليا وكون الزعيط راه مردوش صافي دوك هما اللي كاينين وحنا وقيله هما اللي كاينين صافي ما درتيش في ليو ليو كاين هاكاك شتي شتي يلا صافي ما شفتو في الفيديو راه قال لكم السميات كاملين باش تمشيو تاخذوهم عند العطار، هذه راه 20 درهم عطاني فيها هذا الشيء كله. بالنسبه لهادو غنخوي عليهم المطيف ونشربهم في الصباح حتى هما كيساعدوا ان الانسان يبقى بالرشقه والحيويه ديالو وديك النشاط وهذا، وفي نفس الوقت كتنسي شي حاجه سميتها الماكله تدريجيا بيان سيو، غادي تولي تنسي شي حاجه اللي سميتها الماكله بصفه نهائيه وغتهني من المشكل ديال القولون العصبي والمشكل ديال المصهرن والمشكل ديال الانتفاخ وداك لي غاز ديال الكرش اختي اللي كانت الحمد لله المشكل ديال الكرش اللي كانت وداكشي كله اللي مشى. هذه هي الوصفه كنظن الثالثه، فوالا نمشيو للوصفه الرابعه. عندي هنايا العشبه ديال المورينغا، المورينغا اللي هي هذه
تقريبا داير بحال الوريقات ديال الحنه، غير هي وريقه الطيور. هاد المرينكا هادي عندها بزاف ديال المنافع، اللي ما كيعرفش المنافع ديالها يدخل غير لحاج جوجل، راه فيه كلشي، ما تحتاجوا حتى شي حد يشرح لكم. حاج جوجل فيه المشاكل، فيه المعلومات، فيه المعلومات الزوينه والخايبه، ولاش وعلاش وقتاش وفوقاش ومعاش، فيه كلشي، ما نحتاجوا حتى شي واحد يشرح لنا. هاد المرينكا هادي حتى هي غنديرها كشيء انا ناويه زفلت، عرفتوا شنو هي زفلت؟ ناويه نضعف، حيت فريمون عندي المشكل ديال السنسول الظهر، دار لي مشكل في حياتي، وليت دابا وانتم عارفين عندي ماما، خصني نحركها، خصني نقاد ليها، خصني سيليتها، هي ما شاء الله كتبغيني نهزها بزاف ديال الامور، عندي مسؤوليات اختي، ما نساليش الضبضبة، ما نساليش اختي الغلط. وناويه ان شاء الله اذا مشى الوزن ومشيت عند الطبيب ديالي وعطاني لوتوريزاسيون نرجع ان شاء الله للرياضه، علاش لا. اي فوالا، هادشي اللي كاين بالنسبه للمورينغا. دخلوا شوفوا المنافع ديالها، راه كثيره 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 كثيره. حبوب الشيه حتى هي عندها منافع كثيره، لا بالنسبه للشعر، لا بالنسبه للبشره، راه كتصفي البشره والله العظيم، حتى كتصفي البشره. بالنسبه للوصفه الاخرى اللي بغات اختي تنقص من الوزن وتسد الشهيه وتحبس من الخمسه، شكون؟ نعم عادل مبرزيط. هادي انتيو، هادي بقزوزتي، هادي ماشي عادل. بونجور بونجور سيليا، وندي بونسواغ، راه الليل هذا، دي بونسواغ بونسواغ. دخلتي ليا البيت حيت انا ساده باش ما تبرزتنيش. المهم احبابي هذا مكان، والبنات اللي كيقولوا لي تنطلقوا معاك كتبان لي في الشكل. بونسواغ سيليا، وكنشوفوك في الكاميرا كتبان لنا غليظه الكاميرا. البنات راه الا ما زادتش كتزيد واحد 5 كيلو، كتزيد واحد 5 كيلو. راه حتى الناس ديال العائله ملي مشيت لاكادير باش نجيب ماما وباش نعالجها وداكشي، راه شافوني تصدموا، كنبان لهم غليظه في اليوتيوب. اما انا راه نقصت، راه كنت في 88 كيلو وليت 76، واش عرفتوا الفرق شحال؟ وباش نكون كندير الرياضه وداكشي غنادي السنسول ديال ظهري مريض ديجا، يعني ما يمكنش ليا. هذا مكان انا كنشارك معكم الحاجه من القلب، وكنتمنها توصل للقلب، وكنتمنى اي بنوته واي وحده بغات تضعف تستافد، واي وحده بغات تغلط راه كاينين طرق عاوتاني ديال الغلط، كيف ما شرحت لكم انا في الفيديو اللي فاتت المشكل اللي خلاني غلط. راني شاركت معكم كلشي، كندوي معكم من القلب، وكنتمنى المعلومات يوصلوا للقلب وتقبلوني عن صدر رحب، وما تكونش واحد الحزازات ولا واحد الضغينه ولا واحد البصيص، واحد الشويه من انه المعلومه ما خرجتش من قلبي. حيت انا ملي انا هكا دايره في حياتي، في حياتي عامه ملي كنستافد انا من شي حاجه كنبغي الناس كاملين يكونوا بخير، الناس كاملين يستافدوا. انا من الناس اللي كنشوف شي واحد مسكين يتضرر واخا ما كنعرفو ما كيعرفني، كيبقى فيا كنقول يا ربي كون عندي باش نساعدو، كون انا باستطاعتي نساعد داك الانسان ونوريه ولا نقول ليه ولا نعطيه ولا نوقف معاه ولا. انا هكا دايره، هكا دار فيا الله، ما نقدرش نتبدل، واخا الضغوطات واخا دارت بيا ودارت بيا ودارت بيا ما نقدرش نتبدل، واخا بزاف ديال الناس حتى وحده كتخنس الشوارع كيف ما كنقول، ولكن لا كنقول خصني نبقى مع الخير، واخا كاين الشر بزاف الدنيا انا خصني نبقى مع الخير. هادشي اللي كان احبابي، شنو باغا تصفيها المكشة، باغا تخوي كلشي. هادشي اللي كان احبابي بالنسبه لفيديو ديالي، وما كيف ما قلت لكم انا راه ما كاين لا لاكي لا والو، ها نتوما كلشي، ها نتوما راه شوفوا راه نقصت بزاف، نقصت بزاف، اما لا استدخلتها راه مشات، نقصت بزاف كلشي الصراحه. تهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك احبابي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غتكون غدا ان شاء الله ولا بعد غدا، حيت راكم عارفين الضغوطات اللي عندي وبزاف المسؤوليات، ما كنقدرش انني نحط لكم في نفس النهار. دابا هاد الفيديو هادي راه غندير لها المونتاج دابا، ونحاول نحطها لكم دابا، واخا تعطل الوقت بالليل ما عنديش مشكل. تهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك احبابي، ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وتخليو لي كومونتير، وتخليو لي لايك ديالكم. بيزو كبيرة، باي.